السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه مطبخ اميله المراكشيه. اليوم نحضروا مروزيه بطريقه مختلفه، هي مروزيه الدجاج كتجي رائعه. هذا الطبق كيجي لذيذ بزاف ومختلف، نحضروا للمناسبات كيجي هذا الطبق لذيذ كذلك راقي في الشكل. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، ما تنساوناش اضغط على الزر الاحمر ابوني وديروا اعجاب، نخاطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوها عندنا هي البزار، عندي تقريبا نص ملعقه صغيره من حسب الذوق، تقريبا ملعقه صغيره عامره، ملعقه صغيره تاع الخرقوم عامره مزيان. عندي هنايا القرفة عود، بالنسبه للقرفة عود الا كانوا كبار تديروا جوج كبار، كانوا صغار كديري ثلاثه. بالنسبه ليا انا عندي هنايا صغار ثلاثه. سكنجبير ملعقه عامره مزيان، هذه عطريه ديال المروزيه، راه كتبيع عند العطار بلي عطريه المروزيه تاع هذيك. بالنسبه كندير معلقه صغيره، نص معلقه صغيره عامره شويه. عندي ثلاثه الفص تاع الثوم، دائما الزعفر الحر. بالنسبه للزعفر الحر اللي متوفر عنده اللي ما متوفر عنده، يدير دويمه ديال الزعفر الحر، كناخذوها الزعفر دائما تنوضعوه في الماء كيطلق لنا مزيان، ولكن كيجي واحد اللذه لانه فوائد فيه كثيره. عندي هنايا اللوز خديته وحمرته، بالنسبه لهذا اللوز اما كنحمره في الزيت اما كندخلو في الفرن. بالنسبه اللي بغى يحمره في الزيت كياخذ كيحمره في زيت بارده، كيدير اللوز بعد ما كذلك بعد ما نقيناه وحيدنا ليه القشره ديالو كيديرو في زيت بارده والنار تتكون متوسطه، وكنبقى نحركو فيه حتى يتحمر لنا كيصبع على هذا الشكل. واللي بغى يديرو في الفران كذلك كينقي وكيقد تيدهنو بشويه زيت وكيدخلو الفران تيتحمر. بالنسبه للعسل غنقول لكم القياس شحال العسل، تقريبا حسب الذوق غندير فيه في الدجاج وغندير في كذلك في البرقوق اللي عسلتو. عندي هنايا البرقوق واحد الكميه شويه ديال الكميه ماشي بزاف حسب الذوق ديالكم. عندي هنايا اربطه اطلق الزبر ومعدنوس، عندي هنا بالنسبه كذلك عندي زيت. عندنا كذلك الدجاج، الدجاج حسب الكميه اللي بغيتو. المهم هنا عندي بالنسبه ليا خديت دجاجه واحده ونقيتها مزيان، اللي باغي ينقل بيرقها يخليها كذلك، نقيتها صبحت على هذا الشكل دجاجه واحده، ولكم كامل الاختيار. يعني هنا جوج بصلات متوسطين قطعتهم على هذا الشكل. يعني هنا 100 غرام ديال الزبيب رقتها في الماء. بسم الله كناخذوا هذا الطبق كنصبوا فيها هذه البصله على هذا الشكل، كنطفوا هذه البصله حتى تتبان لنا بهذا الشيء، كنديروا مع الزيت تقريبا ربع كاس ديال الزيت. بسم الله. بعد ما تحمرت لنا البصله هذا الشيء كذلك كنحمروا الدجاج، يعني هذه الطريقه بالنسبه لهذه الطريقه كيجي لها الدجاج لذيذ بزاف وبنين، وكنتركوا كذلك حتى تتحمر لنا من بعد نديروا العطيه. بسم الله. بعد ما تحمرنا الدجاج كذلك كنصبوا هذا الزعفران الحر، كنحاولوا نحيدوا دوك الشعيرات اللي لاصقين في الكوب، كندير الثومه بعد ما بشرناها بهذا الشكل، كنديروا عطريه ديال المروزيه نص معلقه وافيه، ثلاثه عويدات ديال القرفه هادو صغار، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم، معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير، نص معلقه ديال الابزار، معلقه عامره ديال الملح، ودائما الملح حسب الذوق، وكنوزنوا جميع المكونات. بسم الله. بعد ما الدجاج بعد ما يمتلج مع العطريه على هذا الشكل، كندخلوا الماء باش يطيب لنا الدجاج، ما كنخلوش الماء بزاف، تقريبا كما كتلاحظوا كاس كبير ما عامرش بزاف، وكنصبوا الماء من الجوانب وكنتركوا حتى تيغلى لنا هذا المرق، من بعد كنطفي عليه النار تكون النار متوسطه ما تيكونش مشهده بزاف، وتنتركوا الدجاج حتى يطيب لنا تقريبا شي 20 دقيقة من بعد باش نصبوا عليه الزبيب. بعد ما غلات لنا الكوكوت تنتركوها كنغطيو عليها واحد قبيطة ديال قزوة العنوس كنديرها في الجانب، كنغطيو عليها كنتركو الدجاج حتى يطيب لنا تقريبا 25 دقيقة
كيف ما كتعرفوا بان الدجاج راه دغيا كيتبل وكنغطيو به، ما تكونش النار عاليه بزاف، ما تكونش ناقصه بزاف. بسم الله، الان كنعصرو البرقوق، كناخذ هذا البرقوق بعد ما غسلناه مزيان بهذا الشكل، كنديرو تقريبا القرفه نص معلقه، كنديرو الماء باش يطيب لينا هذا البرقوق، وكنديرو قريصه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، وكنغطيو عليه وكنتركو حتى تطيب. بسم الله، بعد ما مرت تقريبا 25 دقيقه كنحل عليها الكوكوط على هذا الشكل، ما زديتش عليها في الكوكوط حيت تيتعز بحال حيت في الطنجره. كنديرو معلقه صغيره ديال السمن، وهذا اختياري، السمن بلدي على هذا الشكل، هو كيجي واحد النكته بنينه بنينه بزاف. كنديرو كذلك الزبيب، بالنسبه لهذا الزبيب بعد ما سقط النار من الماء بحال هذا الشكل راه كيجي كذلك مزيد وبنين. كنديرو كذلك اما السكر اما العسل، بالنسبه ليا انا ندير العسل جوج معالق كبار ديال العسل حسب الذوق ديالك. كتجي هاد الاكله كتجي رائعه لذيذه وبنينه بزاف، شكل مختلف ولذيذ، طبق مميز. وكنتركو تقريبا 10 دقائق كذلك، تيطيب لنا هاد الزبيب، كيجي لذيذ وبنين. بسم الله، بعد ما طبنا البرقوق بحال هذا الشكل انتما كتلاحظوا، كنديروا معلقه كبيره ديال الزبده، ما عمرش بزاف على هذا الشكل، وكنديروا اما العسل اما السكر الخشن يعني سنيده، كندير جوج معالق حسب الذوق، بالنسبه لي بغيت السكر ندير جوج معالق كبار. هذا العسل كذلك جوج معالق، وكنتركوا هذا البرقوق حتى تيتعس لينا مزيان، من بعد كنطفي عليه النار. بسم الله، بعد ما طبيتو كما كتلاحظوا كي كتجي المرقه معلكه، الا بغينا تجي معلكه اكثر من هكذا كنعلو عليها الطاوة وكنطفو عليها النار وكنطبقو هاد الدجاج، منها كيتعلك المرقه كتزيد تعلك، منها الدجاج كيتحمر لينا من الفوق. بسم الله، بعد ما تعسلنا البرقوق بحال هاد الشكل معسل وراه طيب، الان كنطفي عليه النار وكنطبقوه جانبا حتى نقدموه. بسم الله، بعد ما تعلكت لنا المريقه هانتوما كتلاحظوا الدجاج كذلك طاوة ديال تحمر من الفوق، لا ما نحمروه في الفرن، اللي بغى يحمروه في الفرن يحمروه. هانتوما كتلاحظوا المريقة كتجي معلكة، الشكل ديالها كيجي رائع ومعلك. الآن غادي نطفي عليها النار ونقدموه. الشكل النهائي ديال الطبق دجاج بالمروزية كيجي على هاد الشكل، كنتمنى يعجبكم، راه كيجي لذيذ لذيذ وبنين بزاف، وغادي يعجبكم، غير جربوه وبارطاجوه مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.